فهد انا ممكن اختم معاك وهتطلعنا انت منها فاصل تقلد لنا وتعمل لنا الدور ثواني يعني اختم لنا الحلقه بشخصيه الفقره يعني بشخصيه جول قفشه مدحت شلبي حلو يلا زي الفل حلوه 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 طويله وعاليه الناحيه الثانيه وتيجي لمين لقفشه هتعمل ايه يا ترى عارفك دباح عارفك سفاح وادي هي وهي وياه يا جول يا ولد اقسم بالله العظيم جريمه يعقب عليها القانون هتسهر مصر كلها محدش هيروح الشغل بكره يا قفشه يخرب عليك يا راجل